السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه سريعه، بطاطس بالكفته. عندنا بطاطس متقطعه صغير مكعبات، وبصل، وحنبتدي الاول التوابل: بابريكا، فلفل اسود، وملح. هنبتدي الاول بالبطاطس، هنحطها وندخلها تستوي، يعني نص سوا طيب لينا واحد شوية، عاد نخرجوها ونشوفوا نديروا عليها الكفتة. مهم عندي بطاطا، بغيت نوريكم غير كيفاش قطعتها. انا قطعتها غير بهاد القطاعة، شوف واضح لكم باش نعطيكم غير الفكرة. هي التقطيع غير فكرة. فكرة كتعطيك الشكل كيف ما كتشوف، بحال هاد الشكل. مهم عندي هنايا البطاطس، هاهي قطعتها، غنديرها هنا، ندير بصل نوسع باش يبان ليكم، غندير البطاطس هنا، غادي نضيف عليها البصلة متقطعة صغير، طبعا على حساب الكمية. توابل كيف ما قلت، عندي فلفل اسود، فلفل احمر، وملح اللي هو بابريكا. غنحاول نمزج، طبعا ما نساوش عندي ملعقتين زيت، اللي باغي يبدل زيت بزيت الزيتون يبدلها بزيت الزيتون. غنحاول نمزج هاد المكونات، غادي نخليها بحال هكا، وغادي ندخلها الفرن الطيب نص طيبة، يعني نص سوا، على ما نجهز الكفتة. للكفتة أو المفروم غنحتاجو فيه بقدونس متقطع صغير، عندي هنا واحد البصلة مبشورة، وعندي هنا ربع ملعقة ثوم، ربع يعني ربع ملعقة صغيرة ثوم، كون واضح عندكم، وعندي جوج معالق ديال بقسماط، والتوابل طبعا ملح، فلفل، بابريكا، وملعقة صغيرة توابل لحمة. هاخد بقدونس، هاخد البصل والثوم، يعني ممكن حبة واحدة، حبة ثوم صغيرة. هاخد 2 معالق بقسماط والتوابل. احنا في هذه اللحظه شعلت الفران ودخلت البطاطا الطيب، طيب شويه، معليش انا الكفته عندي شويه مجمده لانها كانت في الفريزر. مهم انا غنستمر في الخلط ديالها ونتلاقى معك. من بعد ما مزجت المكونات في الكفته، غادي نديرها هكا دوائر، صراحة أكلها سريعة بصراحة، وكتجي زوينة، يا ريت تجربوها. نحاول أنني الحجم الكورة، يعني تحكموا فيها، كبير صغير متوسط كبير، دايما هادشي يرجع ليكم. مهم بلا ما نطول عليكم، انا غنستمر كفته كامله، غنديرها هكا كور على ما البطاطا طيب شويه ونتلاقاو. من بعد ما طابت لينا البطاطا كيف ما كتشوفوها، هي نص سوا، يعني طابت لينا نص طيبه كيف ما كتشوفوا، يدخلها الطياب. غادي نجيبوا الكفته او المفروم، غادي نحاولوا نرصوها بحال هكا، هي حتكمل سواها مع الكفتة، هتكمل طيابها مع الكفتة. صراحة أكلة كتجي سريعة، كتجي زوينة في نفس الوقت، ياريت تجربوها. كنرصو بحال هكا الكفتة من فوقها، لا نطول عليكم.
من بعد ما رصيت الكفته كامله ندير على واحد الرشه ديال بقدونس، رشة ديال البقدونس، وغادي ندخلها الفران تكمل الطياب ديالها، والكفته حتى هي طيب، ونتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذه هي ملي طلعت لنا من الفرن، ولكن غير بغيت نقول لكم بان منين تحمر لينا من هذه الجهه غنطلعوها ونحاولوا ان احنا نقلبوها باش تحمر لينا من الجهه الاخرى. بحال هكا عادي، ضروري هذه العمليه باش تحمر لينا من شويه بجوج. المهم انا غنستمر نقلبها وندخلها تاني للفران ونعاود نوريها لكم في الاخر. هذا هو شكلها ملي كيطلع من الفرن. اللي بغى يخليها في هذا الطبق ديالها، اللي بغى يديرها في طبق التقديم حتى هو يعني اختيار ليكم. وصراحه هي سريعه وكتجي زوينه، كنتمنى انكم تجربوها. المهم انايا هنايا حطيتها في طبق تقديم، صحن تقديم، وزينتها بشويه ديال الزيتون، ودرت معها الرز بالشعريه والسلطه العاديه ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم. هي سهله وكتوجد بسرعه وبالصحه والراحه.